أول شيء مبارك لك فوز نادي الهلال ببطولة آسيا، ومبارك لك هذا المستوى الكبير. وكيف كنت أمس وقت المباراة؟ كيف كان الشعور؟ الحمد لله والشكر والفضل والمنة والله يبارك فيك. كالشعور لا يوصف، شعور مبين فينا في أصواتنا إلى الآن. يعني الحمد لله، يعني عشنا لحظات تاريخية ليست غريبة علينا كالهلاليين وليست غريبة على الهلال، هي ممارسة تكرار العادة فقط. الحمد لله. جميل. ناس أمس سمعت يعني الأغنية الجديدة اللي قاعدين نسمعها الحين مع المستمعين، قول لنا إيش القصة؟ يعني الهلال فاز من هنا وفارس كتب وخالد غنى وانتشرت الأغنية. والله الحمد لله والشكر، يعني كتابتي للهلال ما هي غريبة، يعني أكتب بمشاعري وبقلبي للزعيم في كل حالاته وفي كل بطولاته. يهزمني دائما كما يفعل بخصوم، كل ما اعتقدت أني أكتب الأجمل هزمني بجماله الأكثر. الهلال بعد مباراة الذهاب، والله أنا كنت ميقن إن البطولة يعني هاي السنة بإذن الله هلالية، ولكن بعد مباراة الذهاب تأكدت بنسبة كبيرة بعد توفيق الله سبحانه وتعالى. بس متى جاك اليقين الأولي؟ بعد الفوز على أوراوا في الذهاب، وبعد المرجلة والانضباط والتركيز الكبير، أدركت إن الهلال لا يمكن هالمرة يفرط فيها على الإطلاق. كتبت النص بعد مباراة الذهاب بأيام، واللي ساعدني بعد الله سبحانه وتعالى هو وجود الفنان أخوي خالد، الفنان المبدع وملحن وفنان جميل جدا، استطاع أنه يعني يختصر الكثير من المشوار رغم ضيق الوقت يعني. وكتبنا الحمد لله ولحننا وجهزنا، وحتى طلعت الأغنية. وودي اني اذكر هنا في هالمقام، يعني بعيدا عن النص وبعيدا عن اللحن والغناء، الناس يعني احنا في الهلال نعمل كمنظومه عشاق، وك يعني نرفض فكره الفرد في العمل. لذلك العمل هذا كان خلفه ايضا ناس اخرين همهم الاول خدمه الهلال وخدمه كل ما يخص الهلال. عبد الله العمري، عبد الله بن سعيد، فيصل بن سعيد، محمد الأمير، كلهم رجال وقفوا مع العمل ماديا ومعنويا حتى استطعنا أن ننجز العمل في فترة وجيزة جدا ولله الحمد. جميل. يعني من بين كل الأعمال اللي أنت قدمتها لنادي الهلال، عاصمة البطولات يبعدهم الهلال، والآن يعني هذه الأغنية الزعيم العالمي أيضا، يعني ما ودي أقول إنه وش الأقرب لقلبك، أكيد كلهم قريبين وأكيد، لكن هذه مناسبتها غير عن كل المناسبات. والله يا أستاذ عبد العزيز كلامك صحيح، هي كلها يعني قريبة جدا للقلب، وكل واحدة لها حدث. وهذه ستخلد لأنها يعني حدث قاري، حدث قاري تعودنا عليه ووصولنا للعالمية الثانية بجدارة واستحقاق ومن الملاعب. هذه كلها يعني تجعل الأغنية هذه جميلة، لكن للأمانة أنا وبعلنها القريبة جدا لقلبي من أغانيه هي يبعدهم الهلال. يبعدهم الهلال لأنها تتحدث عن مشاعري كعاشق أكثر من الأغاني التي تتحدث الأخرى، تتحدث عن البطولات، الهلال والبطولات. لأن الهلال مو بحاجة أنك توصف بطولاته وواصف نفسه، لكن يبعدهم الهلال كانت حديث قلبي ودمائي ومشاعري. يا سلام. جميل. المفردات المختارة في الأغنية، يعني خضوع البطولة والزعيم العالمي، وفي عدة رسائل. والله طبعا هو الزعيم العالمي هذا هو لقب الهلال، زعيم يطلق على النادي الأكثر بطولات. ومن وصل العالمية، الهلال وصل إلى العالمية وهو زعيم البطولات من 20 سنة يعني، وما هو إلا تجديد فقط. أنا قلت لك في بداية كلامي أنه الهلال عادة يمارس عاداته،
لا أكثر. يعني الخضوع يعني تخيل أن الهلال يقول اخضع يا آسيا وهو ينشد الرقم 7 وليس الرقم 1. الهلال مجرد ما ينتهي من بطولة يفكر في البطولة القادمة. لذلك لما كتبت الكلمات أنا كنت على ثقة كبيرة وإيمان كبير بالله سبحانه وتعالى ثم بالهلال أنه راح يجدد عاداته لا أكثر. وبالمناسبة أستاذ عبد العزيز أنا أحب يعني أنوه لكل عشاق الهلال ولكل من لا يعشق الهلال أيضا. هلال ليس من طموحه أنه يلعب في بطولة أندية العالم، هو قد حقق البطولة قبل هالمرة ووصل إلى هذه البطولة والآن وصل للمرة الثانية. الهلال أبعد من هذا التفكير، الهلال بالفعل هو يتزيد آسيا ويجدد للملأ زعامته فقط. أحلام الهلاليين هي استمرار تحقيق هالبطولة وبإذن الله تحقيق كأس العالم، لأنه هذا الهلال ليس غيره. جميل. كيف تشوف تجهيز إدارة نادي الهلال للفريق في هذه البطولة؟ البعض يذهب يعني كثير دخلوا في مقارنات مع 2014 و2017 وكل فترة لها ظروفها ولها رجالها ولها وقعها أيضا على الجمهور، لكن هذه المرة أنت كيف تشوف الوضع من مقارنة بالماضي؟ والله أنا أحمد الله وأشكره على رجالة الهلال، يعني فهد بن نافل هو رئيس الهلال ولكن كل أعضاء شرف الهلال هم رؤساء الهلال في هالفترة وفي كل فترة عملوا بجد وقدموا مهر آسيا. في السابق الهلال رغم أنه يعني موثق مثلا في بعض التعاقدات للاعبين لكنه عمل بجد وخسر بفعل فاعل وبشرف. اليوم اكتملت من توفيق الله سبحانه وتعالى دفع مهر آسيا من ناحية إحضار مدرب جيد وإحضار لاعبين على مستوى عالي يصنعون الفارق، إضافة إلى تميز اللاعب المحلي السعودي. الأهم من هذا كله هو القدرة الرائعة التي لا توجد إلا في الهلال، هي قدرة إدارة نادي الهلال على التعامل الإعلامي وعلى تحضير الفريق النفسي. لو تلاحظ خلال الفترة الماضية لم يتحدث رئيس النادي ولا بحرف إلا بعد ما شال الكأس، هذا الرجل يتحدث ذهب. يعني رغم أنه ما في خبرة يعني لدى الأستاذ فهد إلى أنه تعامل مع الأمر كخبير. هو أولا رجل ذكي، ثانيا هو زي ما قلت قبل شوي أنه الهلال ليس فرد، الهلال مجموعة، يعني حول الهلال حول سمو الأمير الوليد بن طلال، حول جميع أعضاء شرف الهلال ورؤساء الهلال السابقين وخبراء اللعبة وخبراء الرياضة الهلاليين موجودين معه. فهو معطي يعني ترى النجاحات مي فقط على مستوى كرة القدم، حتى على مستوى الاستثمار ومستوى الأشياء الإعلامية التي تدار من خلال المركز الإعلامي في النادي بقيادة المبدع هشام الكثيري. الهلال منظومة يعني عمل صح وتحقق له كل شيء، ربي لك الحمد. أستاذ فارس يعني احنا شفنا الأندية السعودية بشكل عام والهلال بشكل خاص هذه السنة والدعم الكبير اللي تلقت هذه الأندية والهلال أيضا في البطولة الآسيوية، كيف تشوف هذا الدعم؟ والله ما هو غريب، الدعم لم يكن في الرياضة، الدعم في كل أمور الحياة لله الحمد. احنا في بلد عظيم جدا بقيادة حكيمة تعمل لرفعة هذا البلد ومساواة الجميع لأجل الرقي بكل ما هو سعودي. على مستوى الأندية قدم سمو ولي العهد حفظه الله دعم كبير جدا للأندية معلن، من ناحية التعاقدات، من ناحية المكافآت، من ناحية الدعم في كل التفاصيل الرياضية. والهلال حظي مثل بقية الأندية بهذا الدعم، والحمد لله كان عند حسن الظن. وبالتأكيد يعني سمو ولي العهد أياديه بيضاء على الهلال وغيره من الأندية وعلى جميع ما في الوطن.
جميل. أيضا في الهيئة العامة للرياضة وشهدنا وقفة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل اللي متواجد الآن في استقبال بعثة نادي الهلال في المطار، شهدنا فيديو له يتقدم المستقبلين لبعثة نادي الهلال، أيضا تقديم مكافآت بعد التأهل ودعم متواصل كان. لا شك الأمير عبد العزيز يعني رجل حكيم ونعمة من النعم اللي رزقنا بها الله أنه يقود الرياضة، رجل راكز وقدير ومتحدث وعملي وشاب صغير عنده طموح كبير وقدم الكثير للهلال والغير، يعني ما هي غريبة عليه صراحة. نعم أيضا متواصلين في الدعم، وأيضا الدعم اللي حصل عليه الهلال أيضا والوقفة من معالي المستشار تركي آل الشيخ في الأيام الأخيرة، وخاصة بعد يعني ما حصل أمس وإفراد ليلة خاصة بنادي الهلال. والله أعجز أتكلم عن معالي المستشار، يعني بيض الله وجهه، هو دعم الهلال في الموسم الماضي بشكل كبير جدا وواصل دعمه النفسي والمالي والمعنوي خلال هالموسم ووقفته الكبيرة في البطولة وإعلانه عن حفل ليلة الهلال يعني في موسم الرياض ليلة زعيم آسيا، فهذه مهي كثيرة على معالي المستشار وبيض الله وجهه أولا وأخيرا. جميل. خلينا نروح للمصاعب اللي واجهها فريق الهلال خلال هذه البطولة، يعني عدة مراحل مر فيها الهلال، عدة صعوبات، يعني أنا ودي أسألك عن موقفك في البداية من اختيار اللاعبين الأجانب. طبعا هم اللاعبين الأجانب كانوا من الموسم الماضي الجديد هو الصفقة العظيمة جدا المدافع الكوري. نعم. فمن البداية يعني كان التحضير من الموسم الماضي لهذه البطولة، هو كانت الصعوبات في رأيي تغيير الطواقم التدريبية هذه كانت كبيرة جدا، خصوصا أنك تبدأ الموسم ببطولة آسيا بمدرب جديد. يعني كانت صعبة في 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 وقت الصيف وفي رطوبة جدة، هذه كانت صعبة جدا. أيضا الإصابات، لكن الهلال تنبه من خلال يعني تمرسه الكبير في البطولة وفي البطولات كلها انه يجهز البديل، فمن نعمة الله ان الهلال يعني عنده صفين، يعني عنده صفين وثلاث ممكن انه يلعب، فهو عوض هالمشاكل والنقص اللي كانت تحصل له في المواسم السابقة، وبالتالي يعني يعني تقصد انه في المواسم السابقة كان يعمل على تجهيز الفريق الاساسي فقط وبحيث انه دكة البدلاء تكون اقل، الان الهلال يملك دكة بدلاء يمكن تضاهي دكة البدلاء في التسعينات. هو اصلا في نظرية كرة القدم اذا ما عندك دكة قوية ما عندك فريق قوي. هنا 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 الفرق اللي تعصف في المباراة، بدليل شوف لاعب زي محمد كنو احنا يعني جميع العالم معجبين فيه، الرجل فقدناه في مباراة السد وكنا متخوفين كهلاليين من أهم مباراة أوراوا، ومع ذلك من فضل الله جاء الموسيقار طيب وأدى المباراة بشكل كبير جدا. هذا الهلال اللي نعرفه فعلا من أيام التسعينات، أنه ما يتوقف على لاعب ولا على اسم، غاب من غاب بقي من بقي ولكن يبقى الهلال. الخسارة من النصر، تعادل مع الفتح بشق الأنفس، اهتزاز الصدارة نوعا ما في الدوري قبل النهائي، هل هذه كانت عوامل يعني هي مؤثرة ربما في الدوري، هل تعتبر ساعدت الهلال على إعادة ترتيب أوراقه بشكل أفضل؟ شوف الهلال كان مشتت ذهنيا، بالتالي أنه الدوري فيه نسبة كبيرة جدا للتعويض وطموح اللي في الدوري غير طموح الهلال، لذلك ما أثرت لا على الهلال ولا على جمهوره، ولا كانت أيضا تطبيق خطط معينة من المدرب. الهلال كان مركز تركيز تام على النهائي وحقق الحمد لله البطولة، هذا المهم، لذلك ما فات هي عثرات تحصل، يعني صعب جدا أنك تكون جيد في كل وقت وفي كل تركيز.
لاعب مثل علي البليهي يبعد من التشكيلة في عدة مباريات ثم يعود لأهم المباريات في موسم الهلال أو سنة الهلال، يعود بمستوى يعني أكبر بكثير مما كان عليه في السابق؟ والله البليهي مثله مثل البريك والشهراني تعرضوا لضغط كبير من 3 سنوات يعني. فطبيعي جدا يعني أنت حلو أنك تعد أخطاء، ما دام أنك تعد أخطاء فهي قليلة. وهو لاعب في منطقة حساسة جدا، ولكن قد ما أخطأ قد ما تسبب في منع أهداف عظيمة. حتى شوف النهائي كيف احنا شفنا ذهاب ويابوت منع هدفين وسجل أيضا أهداف يعني من بداية مباراة التحيل إلى مباراة السد. رجل مثله مثل أي لاعب تعرض للضغوط والمدرب أراح ولم يبعده، ولكن لما جاء الوقت الحسم الجميع حضر. وترى للعلم يعني مباراتين 180 دقيقة الهلال كان مركز في جميع خطوطه لدرجة انك ما تدري منه افضل لاعب ولا تقدر تحت تقول هذا قدم افضل ولو في جائزة توزع على الجميع. حقيقة كان تركيز عالي جدا جدا جدا، والضغط في منطقة الخصم ارعبت اوراوا وجعلتهم يستسلمون للزعيم العالم. أنا ما راح أسألك عن غوميز ولا جوفينكو ولا كاريلو لأنه يعني هم نجوم وتم استقطابهم بناء على أنهم نجوم وهذا المتوقع منهم، ما قدموه أكيد رائع لكن للفريق وكان شكل يعني ظهر بشكل إيجابي. لكن مثلا كان عن اللاعبين النجومنا المحليين يعني مثل سالم الدوسري، هذه السنة سالم الدوسري مختلف تماما عن السنوات اللي سبقتها. سالم الدوسري ترى من أيام دياز وهو قاعد يقدم مستويات جدا جميلة. كانت مشكلة سالم في اللحظة الأخيرة أو القفلة زي ما يقولون، لكن بعد تجربته في أسبانيا وبعد تركيزه ونضوجه الكبير أصبح علامة فارقة، أصبح مرعب للجميع، يصنع يدافع يسجل يراوغ. لذلك هو أصلاً مسجل من أعظم الأهداف خلال الموسم، واحد أهداف ليست عادية. جميل. سلمان الفرج، الله على سلمان. سلمان يظل موسيقي من طراز نادر، رجل يثق بنفسه بشكل كبير، موهبته تساعده. سلمان من عالم آخر ما شاء الله عليه. تحس انه الهلال وجد قائد للمرحله المقبله؟ ما في شك، هو قائد فنيا ونفسيا ومعنويا. يعني هني انفسنا على وجود سلمان. سلمان ترى على فكره في ال3 مباريات الاخيره، يعني مباراه الاوراوا الذهب، مباراه المنتخب، ومباراه الاوراوا الاياب، كان لاعب غير عادي، فرق في مستوى الفريق يعني ما شاء الله تبارك الله ولا غلطة، لأنه كان مركز جدا. جميل. ومع هنا الهلال يعني فكرة النشيد، هذه الكلمات يعني إحدى الهدايا اللي خرجت في بعد تتويج الهلال. والله الحمد لله والشكر. أنا بصراحة يعني كنت أفكر من سنوات طويلة أني أكتب نشيد للهلال، نشيد يليق بهذا الزعيم العظيم، ووفقني الله سبحانه وتعالى وشرفني أني أكتب هذا النشيد، وانطلقت من هنا الهلال. هنا الهلال التي تحكي عن الهلال في كل صغيرة وكبيرة، هنا الهلال في كل الملاعب، في كل أرض يعزف المجد نشيد. الهلال هو مصدر سعادة، الهلال هو الزعيم، الهلال هو الذي لا ينتني عن مبتغاه. فحاولت أني أجمع هالخلطة هذه وأضعها في هذا النشيد، ولله الحمد وفقنا في لحن مع الدكتور الموسيقار الكبير والأسطورة الدكتور عبد الرب إدريس، اللي استطاع أنه يترجم هالكلام بلحن مميز جدا. جميل. شكرا لك أستاذ فارس الرضان الشاعر الهلالي الكبير، شكرا لك على قبول الدعوة على تواجدك معنا على وقتك. شكرا لك أستاذ عبد العزيز، وشكرا للـ MBC FM.